نهضة للفن التشكيلي وتماشيا مع مراحل إعادة الإعمار في مدينة حلب، افتتح مركز أرت أكاديمي للفن التشكيلي وغيرها من الأقسام كالنحت والموسيقى ليستقبل المتدربين من أطفال ويافعين وكبار. هذا المركز هو الهدف منه إنشاء جيل جديد بظل الوضع اللي نحن عم نعيشه، وضع صعب ما بننكر هذا الشيء، إن كان في ظل الحرب ولا ظل الوباء اللي عشناه. الطفل بحاجة لهذا التفريغ. أنا بدأت مع الأطفال والتركيز كتير كان كبير على الطفل أكثر من يعني نسبته، نسبة الاهتمام حققتها مع الطفل أكثر مع الكبير، لأنه هو خامة، فيني أعتبرها خامة نبيلة نظيفة شفافة، فيني أنا كون الذهنية تبعيته مثل ما أنا حابب بمنهاج كتير حرفي وأكاديمي. رسالتي أنا بحب أقول له، بوجه له كلمة، ابنك كتير عنده مواهب، بتمنى أنه تعطيه الفرصة لأنه يعبر يحقق هذا الشيء. كله بالبعيد بكرر المفردة، حكوا من جوا على ابنك. نحن معنا انه الطفل يرسم شيء من خياله، اكيد نحن عم نحاول ستيب باي ستيب نبلش معه من البدايه خطوات مدروسه بطريقه احترافيه واكاديميه. هلا بالمجمل انا بحاول اعطي للطفل خيار يختار الرسم اللي بده اياه، ولكن تحت اشرافي، تحت انه مبدا انه يرسم بطريقه بتكتيك صحيح وسليم لتطلع معنا لوحة صحيحة ورائعة. نحن أطفال بس نحن بس وقت نكبر ننمي سوريا بالفن اللي نحن، ورح دايماً إنه يعني نخلي العالم تفتخر فينا وسوريا تفتخر فينا. نحن هو عنا بالمعهد صار قاعدين عم بعلمونا أول شيء إنه هيك رسمات أطفال صغار، إنه مثل بارني الباربي للبنات، هي يعني رسمات تبعت أولاد صغار. بعدين نحن تقدمنا بالمراحل وصلنا قاعدين عم نرسم رسمات بورتري رسم، وبعدين كمان رجعنا تقدمنا وصلنا قاعدين عم نرسم مثل هلا هون هيك هيك شيء، يعني رسمات شبه حقيقية تقريبا. المشروع يهدف لإنشاء جيل جديد من الفنانين التشكيليين والتعريف بالفن التشكيلي السوري الأصيل ورواده أمثال فاتح المدرس، لؤي كيالي وجبران هدايا. ولاقى هذا المشروع لدى الأهالي استحساناً كبيراً لما يمكنهم من معرفة مواهب أطفالهم وصقلها وتنميتها بشكل سليم.